صباح الخير لكل بتابعون الان في فقره رياضه، اولى فقرات دنيا دنيا. اليوم معي ضيفه كوتش حنين، راح تكون معنا اليوم في تمرين مختلف شوي. صباح الخير كوتش. صباح النور. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو طبيعه تمريننا اليوم راح يكون؟ اليوم راح نشتغل شوي على الستب، راح نطلع شوي على الستب، حركات بسيطه وننزل عشان نعلي شوي الهادريت ونحرق شوي سعرات حراريه. اوكي طيب، معناته راح نحتاج ستب عشان نبدا، او اذا في درجه بالبيت مش موجود الستب برضه ممكن نستخدمها. احنا ريدي. اوكي رح نعمل ورم اب خفيف على الارض. رح نبلش مارش، دائما بطني مشدود، كتافي مرفوعين، بحرك ايدي واجري بنفس الطريقه مع بعض، ما انسى النفس. بريث ان بريث اوت. اوكي مع الميوزك. تمام هون رح احرك ايدي واجري مع بعض، اشد بطني، احاول احافظ على النفس. يس لفوق شوي، ارفع النيه. جود كمان اب. يس تمام. اوكي هلا رح نصعب شوي، نحاول نرفع ركبتنا لفوق، يمين شمال، وبنشغل عضلات البطن معنا. يس هون نحافظ بطننا دائما مشدود. اوكي رح نصعب شوي، نرفع ايدينا اب داون. يس حاول دائما النفس نركز عليه. نقدر هلا نصعب شوي، نط بمكاننا، يمين شمال. تمام اوكي نعمل جامبينج جاك، ايدينا اب. دائما بهذا التمرين حاول ركبنا لبرا عشان ما نأذيها. اوكي بكفي، نرجع مارش، نريح شوي، ما ننسى النفس، بطني دائما لجوا. يس اوكي هلا رح نبلش حركات بسيطه على الستب. رح نبلش بالرجل اليمين، رح اطلع اب اب، انزل داون داون. اوكي يس مع بعض، اب اب داون داون. دائما اتاكد انه كل رجلي على الستب عشان ما اوقع. يس اب اب داون داون. اوكي هلا رح نبدل، نطلع بالرجل الشمال وننزل باليمين، كثير بسيط التمرين. حاول دائما كتافي لورا، بطني مشدود. اوكي هلا رح نعمل تاب تاتش، احط رجلي واعمل تاتش وانزل. يس بالرجل اليمين. جود تمام. نبدل، رح احط رجلي اليمين واعمل تاتش بالشمال وانزل. يس حافظ على النفس، بطني مشدود. جود اوكي هلا رح ارجع رجلي اليمين، ارفع ركبتي اب وانزل، ني اب. يس احافظ على ظهري مستقيم، بطني لجوا، واحرك ايدي رجلي مع بعض. اب اوكي نبدل شمال. تمام اب داون. اوكي رح نرجع لرجل اليمين، نعمل كيك لقدام وننزل، ستريت كيك لقدام. جود اند سويتش. نبدل، كل ما رفعنا اكثر بحرق اكثر لفوق. يس تمام. هلا رح نعمل كيك لورا وايدينا كمان لورا فوق. تمام اند سويتش شمال اب. جود
اوكي هلا رح نشتغل شوي على هون عضلات الخصر. نوقف شوي سايد. اوكي رح نشغل على عضلات الاوبليكس اللي هي الخصر. 1 2 رح احط اجري واعمل سايد ني وانزل. يس برافو. ايدي واجري مع بعض. تمام. نبدل الجهة الثانية. اب. دائما لازم نعمل نفس العدد على كل جهة. اوكي رح نرجع الجهة القبل. واجري رح تطلع ستريت. يس. ستريت. اب. هون نشغل عدد من العضلات اكثر. اوكي سويتش اذر سايد. نعمل مارش نريح شوي. خلينا واقفين على السايد. 1 2 جو اب. يس ستريت. تمام. اوكي نرجع هون بالوسط نعمل مارش. تمام هلا رح نكمل ستريتشنج مع كوتش ناصر. يعطيك العافيه. ثانك يو. نكمل ستريتشنج خفيف طبعا زي ما لاحظتوا في تمرين لور بادي. فراح نبدا بالستريتشنج للرجلين. نعمل الهامسترينج نخلي رجلينا تحت الحوض. ننزل شوي شوي ناخذ نفس نفرغ شوي شوي. نثبت على الحركه تقريبا 15 ل 20 ثانية. Very good. باخذ نفس وبحاول انزل اكثر بحيث اني ما اثني الركب ابدا او احاول اني اوصل الارض او اكثر لتحت بنزل ما في مشكلة. Very good. نعمل الانر ثايز بنوسع رجلينا بنميل على جهة بنحط ايدنا على الركبة ممكن كليفل سهل. ممكن اذا عندنا مرونة اكثر نحط كوعنا على الركبة وننزل أكثر نوسع رجل الثانية لتحت. راح نعمل للإنر ثايز اللي هي الفخذ الداخلي للرجل المفروضة. سويتش على طول الجهة الثانية الكوع أو الإيد حسب ما بناسبنا. صدر مرفوع نفس زي ما حكينا باستمرار. نعمل الكوادز اللي هي الفخذ الأمامي ونثبت نتوازن. ثبت الكعب على الحوض من ورا نفتح الصدر. جسمنا ستريت. جود. هولد. نحاول انه نخلي الركبه دائما تحت الحوض او لورا شوي. نفس سويتش. الجهه الثانيه. نايس. تمرين اليوم كان يعني تمرين يعتبر من تمارين الكارديو اللي هي التمارين الحركيه. تمارين النفس. شيك روتيشن لجذعنا. Very good. نعمل ميلان بنحط رجل اليسار ورا والايد اليسار فوق عشان الجوانب والحوض من برا. Very good. الجهة الثانية كروس برجلين الايد لفوق. ناخذ نفس. Very good. لأعلى الظهر لأنه كمان كان في حركة منها للإيدين أو الأبر بادي. كول داون جدا مهم لأنه بيرجع الجسم تقريبا للحالة الطبيعية اللي كان عليها قبل ما نبدأ تمرين جهد بدني. نحط الكوع على الركب ونحاول نعمل قوس بنص الظهر. بوش ونضل ثابتين. ما ننسى النفس. اوكي الاكتاف نعمل كروس بايدينا نسحب على جنب. ممكن نوسع رجلينا ممكن نخلي رجلينا بالوضعيه اللي بتريحنا ما في اي مشكله. نضم الكوع على الصدر لجوا شوي اكثر ولبرا اكثر. سويتش على الجهه الثانيه. جود جست اب. نفس
الكتف من الجهه الاماميه، ناخذ ايدينا مشبك ورا، نفتح كتافنا اكثر لورا، هلا نرفع الصدر لفوق، ستريتش للجهه الاماميه. جود. نحط رجل على الستيب ورجل الثاني ورا، بننزل شوي شوي عشان الهيب فليكسرز اللي هي العضلات المسؤوله عن ثني الحوض للرجل اللي هي تحت على الارض. طبعا بنميل جسمنا لقدام قد ما نقدر، نفس، نعمل تويست للجذع كامل هلا، على الجهه الثانيه الصدر مرفوع وضل ثابت. فيري جود. سويتش الرجل كامله، بضل زي ما انا بس ميلان ستريت، بميل على الجهه الثانيه. هلا بعمل كروس بجسمي. فيري جود. اوكي، اخر مره ايدينا لفوق، نسحبهم اعلى نقطه ونسحبهم لورا شوي شوي، كمان نحاول نرخي الركب عشان الظهر ما يصير عليه لود. بريث، نفس، روتيشن. هيك تقريبا نكون وصلنا لنهايه فقرتنا اليوم. يعطيك العافيه كوتش، زي ما حكينا لكم هي تمارين كارديو كانت اليوم مختلفه، وبكره ان شاء الله راح نعطيكم تمارين بشكل اخر، ويعطيكم الف عافيه. شكرا للمتابعه، ولا تنسوا تشتركوا بالقناه لحتى يوصلكم كل شيء جديد.